انت كويس؟ لا انا مش كويس، مش كويس ابدا. انت عامله كده ليه؟ انا عامله ازاي؟ انا كويسه يا بابا. امال جوزك بيقول عكس كده ليه؟ هو يوسف كلم حضرتك تاني؟ كلمني وقال لي بنتك نفسيتها تعبانه وما بتكلمنيش ومحتاجه تشوفك، وبعت لي عنوان البيت. ايه بقى اللي بيحصل معاك يا فريده؟ ايه اللي وصلنا لكل ده؟ فريده انا مش هخبي عليكي، انا كنت اعتبرتك متي خلاص. ربنا يعلم ما كنتش عارف. جيب لك حاجة تشربها. ربنا هيكتب لي ان انا اشوفك تاني قبل ما اموت ولا لا. ليه يا فريدة؟ ليه بعد ربنا ما اداكي فرصة انك تصوني كرامتك وكرامة ابوكي عاوزة ترفصيها؟ ليه بتعملي مع جوزك كده؟ الراجل قلبه عليكي، وعلى فكرة هو اللي خلاني ارجع اشوفك تاني واكلمك. احكي لي يا فريدة، فهميني يا بنتي، بتعملي كده ليه مع الراجل ده؟ فريدة، انت يهمك ان ابوك يفضل عايش رافع راسه ولا لا؟ طبعا يا بابا. خلاص، يبقى ترضي بعيشتك وتصوني نفسك وبيتك وجوزك المحترم ده. حاضر يا بابا. ده يوسف بعت لي فيديو. فيديو؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.